وهذا مبني على يعني على يعني الخلاف مبني على تقسيم الماء، هل المياه ثلاث اقسام او قسمان؟ فالجمهور قالوا الماء ثلاث اقسام، طهور وطاهر ونجس. الطهور يتوضا به ويستعمل في الماء والشرب، والطاهر يستعمل في الماء والشرب وغسل الثياب، ولا يستعمل في الوضوء ولا في الغسل. والنجس لا يستعمل لا في هذا ولا في هذا النجس. والمحققون من العلم قالوا ما فيه ما ليست الاقسام قسما، طهور وطاهر. فالطهور ما دام اسم الماء باقيا يستعمل في كل شيء، في الشرب، في الاكل، في الوضوء، في الغسل، ولا يضر التغير بالطاهرات. اذا تغير بشيء طاهر ما يضر ما دام اسم الماء باقيا عليه، ما دام يسمى ماء ماء. فاذا كان مخالط خالطه وازال عنه اسم الماء صار ما يسمى ماء، هذا خلاص صار ما يسمى من الاساس، ما يسمى ماء ولا يستعمل في الطهاره وفي الغسل الا الماء. واما النجس معروف، النجس ما تغير احد اوصافه الى الثلاثه هذا لا يستعمل، هذا اذا اصاب البدن او الثوب نجسه ولا يستعمل لا في وضوء ولا في غسل. نعم نعم. ماء الورد هذا اذا كان ماء الورد اذا كان هذا ما يسمى ماء مطلق، ما دام ماء ورد ما يسمى ماء مطلق، ما يسمى ماء مطلق، سلب اسم الماء. فاذا سلب اسم الماء فلا يستعمل في الوضوء، لكن هو طاهر اذا اصاب الثوب او البدن وجد استعماله الا في الوضوء، لانه لم يبقى، لانه سلب اسم الماء، ما يسمى ماء باطلاق، يسمى ماء ورد، ماء بقيد، مثل الزعفران اذا خلطه او خلط حبر او اي شيء اخر وسلب عنه اسم الماء زال اسم الماء فلا يسمى ماء، فيسلبه الطهوريه فلا يتوضا به عند الجمهور. وكذلك عند غيرهم اذا سلب اسم الماء وصار لا يسمى ماء فلا يتوضا به، وان كان يسمى ماء يتوضا به ولو خالط شيء اخر من الطاهرات. يعني الفرق بين مذهب شيخ الاسلام والجمهور، الجمهور يقولون لا يتوضا به مطلقا حتى ولو كان اسم الماء باقيا ما دام خالطه شيء من الطاهرات. شيخ الاسلام يقول ما دام يجوز التوضا به ما دام اسم الماء باقيا وان خالطه شيء من الطاهرات. المهم بقاء الاسم، هل الاسم باقي او غير باقي؟ هل الاسم باقي باطلاق او لا بد من قيد؟ فان كان اسمه باقيا تستعمله في كل شيء، وان كان اسم الماء لم يبقى بل صار ماء مقيدا فهذا لا يستعمل في رفع الحدث ولا في زياده الخبث، ويستعمل فيما عدا ذلك.